عند سانسوني ينطلق بكرة إلى الأمام. سانسوني يمر، سانسوني يحاول من أمام قبيرلو، يمرر فرصة خطيرة لسانسوني. سانسوني يفتتح التسجيل، سانسا يسجل الهدف الأول. بداية قوية لسانسوني، وربما متوقعة على الإطلاق من اليوفنتوس. سدد كرة قوية، بوفون لا تمر مثل هذه الكرات على الإيطالي الكبير. الكرة اصطدمت، نعم اصطدمت بأوكبونا، وبالتالي تغير اتجاهها وجاءت صعبة على الإيطالي الكبير بوفون. لأن تقدم في منتصف الملعب الآن بيرلو، ويبحث عن التمرير عند ماركيزيو لتيفيز، فرصة باب المرمى. الله يا كارليتوس يسجل التعادل للبيانكونيري، يسجل التعادل مع الدقيقة 35. كارليتوس دائما من خارج منطقة 18 يسدد، وياما سجل، ياما أنقذ اليوفي وسجل أهداف من هذه المسافة. تسديدة قوية وصعبة على حارس المرمى، على يسار بيغولو. هدف تعادل لليوفي، 1-1 النتيجة. وفي شوط المباراة الأول، في الشوط الأول يا كونتي، عادت من جديد لمساطي ماركيزيو، عرضية حاضرة، تغطية والكرة تبعد، تصل عند كارليتوس، تغطية حاضرة عليه والكرة لمساطي، اليوفي أمام المرمى. يسجل الهدف الثاني لليوفي، لكن من صاحب التمريرة؟ من الذي جعل ماركيزيو أمام المرمى، أمام مرمى ساسولو؟ يا سلام على القيمة الكبيرة لبيرلو اللي جعل ماركيزيو أمام بيغولو، وبالتالي اليوفنتوس. السيد روي هودسون، بالفعل انت محق، انت على حق بر. الله على الهدف الرائع. غاب يورنتي وسجل هدفا تاريخيا مع اليوفنتوس. هدف جميل وبالكعب من جنب يورنتي، العرضية من لشتاينر، وهدف تاريخي لمصرعة لشتاينر، واحد من الأهداف الجميلة في السيريا اي في بطولة الدوري الإيطالي في هذا الموسم. ينهي الأمور الحسنة الوحيدة للأسباني يورنتي في مباراة اليوم. نعم الحسنة الوحيدة، ولو لم يقدم إلا هذا الهدف فإن جماهير اليوفنتوس بكل تأكيد راضية كل الرضا بعد هذا الهدف الحسن.